تدفن حالة وجدانية أكثر ما تكون حالة مادية. هي حالة عم تطير، بتحسها بحالة سلام، ممكن حالة السكون. منحط البهجة، منحط الألوان. فعالية من أيام الفن التشكيلي السوري مستوحاة من لوحات الرسام فاتح المدرس. تقدم بهالفعالية أعمال شبابية مميزة بأفكار إبداعية للرسم والنحت، وكانت ضمن معرض إعلان نتائج مسابقة البورتريه المعتمدة على تقنية إعادة التدوير، واللي منحوا فيها جوائز مالية للأوائل الثلاثة بالاختصاصين الرسم والنحت وشهادات تكريم لكل المشاركين. هذه الكفاءات وهذه المهارات وهذه الأفكار، الكم الكبير من الأفكار، يقول كم يوجد مواهب شابة بحاجة إلى يد تأخذ بها وتحتضنها لتصل إلى مرحلة الإبداع والتميز. كان عملي عبارة عن أيقونة معاصرة، هو عبارة عن بورتري لأي مواطن سوري، ليست الأيقونة بمفهوم اللاهوتي إنما بمفهوم الاجتماعي، وكان له إسقاط سيكولوجي داخلي خاص بالفنان أو خاص فيني. أنا استخدمت المادة مش بقصد إنه نفس خامة المادة، سخرت هاي المادة للتعبير عن القضية أو الفكرة اللي أنا حابة أعبر فيها عنا وأطرحها. هي كانت عبارة عن قطعة فجمعتهم، فكان في فكرة ببالي فطبقتها فطلعت بهذا الشكل. كان البورتريه تبعي هو استخراج مواد من نفس المكان، من ناحية الخشب، من ناحية الحديد، من ناحية أي شيء، وبالإضافة للأقمشة، كونه أنا بشتغل بالأقمشة عادة، فحبيت أضيف هذا الشيء إعادة تدوير بالعمل تبعي. فن البورتريه هو فن رسم الوجوه من وجهة نظر الرسام بشخصية الإنسان اللي عم يرسمه، فكيف لو كان التصور من لوحات مرسومة ولازم تعبر عنها بأدوات ما لها أي فائدة؟ ويعتبر فن البورتريه هو أحد أنواع الرسم اللي بينظر إلى الفنانين على أنها معقدة لاعتمادها على تقديم الشخصية عبر ملامح الوجه. واحد بحس بالحماس أنه بلش يخلق شغلة من ولا شيء، وخاصة الإعادة التدوير هي مبدأ الأساسي أنه تأخذ شيء من المخلفات اللي بدون قيمة، تجمعهم مع بعض وتحطهم لحتى يصير له قيمة. اشتغلت بورتريه هو طين بالأساس، كان أخذت عنه قالب جبصين وحطيته ووظفته صح بحيث يكون في ربط كتير ظابط وصح مع التنك اللي تحتي. أنا بالأساس حطيت التنك أول وحسيت أنه لا وقف، هيك هو جامد، يعني بده ألوان، بده شيء، بده روح تحركه. بلشت حط خيش، شبك، أي شيء بيخطر براسك حطيته. بعدين خطرت لي فكرة الألوان. المادة اللي مشتغل فيها أنا عملي هو عبارة عن صاج، فكان موضوع أنه أنا كيف فيني ألعب بهذا التكنيك بالصاج اللي هي بيكون عشوائي، ما بيكون منتظم مثل مثلا أي مواد تانية أو خامات تانية. النحت هو ثلاث أبعاد، أنا كيف فيني أنا ألعب بهدول ثلاث أبعاد بحيث أنه أنت تشوف ضمن الشوط هو البورتريه، تشوف شخصيتي بالعمل وتشوف هو عاطفتك كيف تفاعلت معه. العمل بالمجمل هي المشاركة مشان نخلق شيء ريسايكل، إعادة تدوير، ويعني شغلات ما عاد مهمة نحن نخدمها لتكون قطعة فنية. فخضر لي البلاستيك حتى تقدر تتحكم فيه هو حيكون صلب، فعملت تيست على أنه هو بيمشي بالحرارة، يعني أنت بس تعرضه لحرارة بيصير مرن أكثر، ولحتى يرجع يتصلب بتعرضه للتبريد. فأنا كنت عم أشتغل جزء جزء، يعني شوي شوي، لحتى بعدين اكتمل عندي التكوين كله. بنشوف البورتريه بإعادة التدوير، كانت تجربة حلوة وممتعة طبعا، ومثل ما أنا شايفين المواد كتير بسيطة، مكونين منها تفاصيل، بلاستيك، حديد، قصص، يعني هي فعليا مواد مستهلكة، لا يعني لا استعمال ثاني لها فعليا. من أحد أقوال الرسام فاتح المدرس، ليس هنالك فن بلا واقع أو تقاليد عميقة الجذور، وكل هذا يجب أن يتماشى مع أحدث المفاهيم العالمية، وهالشي كان واضح وملموس من أسلوب كل فنان شارك بهالمسابقة، ووضح أفكار بتشرح كتير تفاصيل مجرد ما تتطلع على كل مجسم وتفهم منه معاني وأحاسيس من كل تفصيلة فيه.